كلبشة. الحياة تحيرنا، الحياة تحيرنا حين تبهرنا بالبراق من ألوانها، فنرتاد دروبها فرحا وغفلة، وفي الحنايا تفجأنا الصوادم. أم تحتال علينا الحياة بأن تمنحنا أحيانا ما يحاذي أحلامنا بل يفوق، فنسرف في الطمأنينة والرجاء والرغبة ونختال بين الخيالات. من يدري، ربما كانت الحياة لا تكترث بنا أصلا، ونحن الذين نلاحقها بصنوف الحيل حتى يغمرنا التعلق بالتمني والتقلب في الترقب والأمل في اتبال النوال. عسانا ننسى مع مر السنين أننا في خاتمة التطواف مسلوبون لا محالة ومحجوبون. هذا الشاب العشريني الرائقة صبرته، المستكين في جلسته على حافة البحيرة، محجوب اللحظة عما ينتظره، لا يشغله الآن إلا اصطياد بضع سمكات تكفي للغداء وقد لا تكفي. الأسماك رخيصة في أسوان، لكن صيدها أرخص وأروح للصيادين الهواة من أمثاله، للصيادين الهواة من أمثاله. بعد حين سيأتيه الباص الذي ذهب إلى المطار قبل الفجر لتوصيل فوج السائحين.